اليوم ولا راجل مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه سيدي عثمان شارع النيل العثور، واكتشاف من طرف بعض المواطنين اكتشفوا في واحد الحاويه ديال النفايات عظام وجمجمه ديال حمار كيف ما قالوا الناس حسب تحليل ديال الناس اللي كيفهموا في البهايم وكيفهموا في الحيوانات. كيقولوا كل شيء كيقول على ان هذا حمار، والغريب في الامر على ان الريوصه والعظام اللي خلاونا محيدين منهم هذوك الجلده باش ما يبانش انه ديال حمار كيف ما كتلاحظوا معايا. مرحبا خويا، السلام عليك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وهذا الشيء اخويا اللي كيديروا هاد الناس هذا والله الا حشومه بالله. وهذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس اخويا راه حشومه صاحبي، حشومه. واش هاد الشيء كياكلوا العيب هاد الله صاحبي؟ راه ما جات اخويا الصحه ديال المواطنين صاحبي، راه كتمشي راه كتشوف صاحبي واش حمار صاحبي، شوما صاحبي وكل الناس. واش هادو ما كيخافوش الله صاحبي؟ ما كيخافوش هادو الله صاحبي، والله الا حشومه صاحبي. اش هادشي دابا؟ واش عمر موقع بحال هاد المشكل هنا؟ وراه ماشي موقع، راه كيوقع وقع بزاف صاحبي. واش هادي اللي كاينه؟ راه كاين بزاف صاحبي الناس صاحبي، اصحاب سوسيتو صحاب اللي كيف ترى هما اللي كيديروا هاد الخدمه صاحبي. وحشومه صاحبي، انت كيعطيك نص 100 ريال مهوره، راه الا خديتي داك نص 100 ريال مهوره عارف راسك منين جات. الناس خاص يفهمها صاحبي، الناس خاص يكون واعي صاحبي، فهمتي؟ وراه كاين الله اخويا، ما كاين الله. الناس اللي كيديروا هاد الامور واخويا، هاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء خليهم منهم الله سبحانه وتعالى، خليناهم الله اخويا. حتى حنا راه كناكلوا من الزنقه وكل شيء فهمتي، ولكن اخويا ما نسمحهمش الى امام الله سبحانه وتعالى. كناكل انا براسي كناكل هذا الحمار ولا الفلاح، وترى الحمار هذا صاحبي فاهم اخويا في وترى الحمار صاحبي، شو الراس صاحبي قداش؟ حتى والله اخويا حتى حمار بالله، شو الراس قداش؟ ديال الحمار هادشي هذا، وهادشي راه كاين في سيدي عثمان. نتوما دابا الناس اللي كتاكل في سيدي عثمان واش حسيتو ملي شفتو هاد المنظر دابا؟ وراه انا 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 المعده ديالي تقلعت ملي شفت هادشي والله اخويا، تقلعت المعده ديالي. باقي تشيق صحاب خمسه دراهم وانت والله ما نتيق فيه، والله اخويا ما نتيق فيه بالرب الاله. ناكلها 100 ريال ديال العدس اخويا احسن ليا من هادشي هذا، ما بقيناش كنتيقوا. حاجه واحده اللي باقي كنتيقوا فيها هاد الساعه هذه هي الدجاج. صافي تمشي تعرقها في شي سناك شي دجاج ضرب ما تاكل. شكون هاد الناس اللي كيديروا بحال هاد الامور هاد كيوكلوا الشعب؟ ايوا حشومه وعيب وعار اخوت، حشومه والله سيدي لا حشومه. هادشي اللي كديروا حشومه وعيب، حشومه صاحبي. وديروا هاد الناس بحال ولادكم خوتكم، حشومه صاحبي. واش نتوما صاحبي ما كتعرفوش الله اللي خلقكم؟ وما شفتيش دوك الناس اللي كيقول لك عطيني نص ديال الحم ديال العود بخمسه دراهم؟ عطيني نص ديال الحم ديال العود بخمسه دراهم. واش شو شتي هذوك اللي كيديروا نصوص مهورين؟ هذوك اللي كيديروا لك نصوص مهورين عارف من هذا الشيء هذا؟ حمار راه باينه صاحبي حمار. واش الراس ديال الحمار قداش؟ شوما شو الراس ديال الحمار؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حمار هذا تاكد 100% والله الا حمار ديال الحمار ديال الاحمر ومن سيدي عثمان. الناس اللي كتاكل سيدي عثمان راه كتاكلوا اللحم ديال الاحمر. صح اسكم صحاب السوسيت ديال سيدي عثمان. شوف نص شوف نص وزيد عاود ثاني، نص وزيد عاود ثاني. كيقول لك زياده لا ديال اللحم ديال الدراهم كيعطيك قدو خمسه دراهم راه عارفها من هنايا. اللي كيبيع ويشري اللي كيبيع اللحوم زوين راه 100 دراهم كيعطيك غير قدو هكا. اش يضرب لنا على لسان كل الشباب لسان. شوف 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 كل الشباب واحد تخليطه واحد تخليطه استاذ. شوف شوف اش يدير هذا؟ شوف 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 والله 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 واه شي هذا دابا والله تاع لسان ديال الاحمر هذاك بالله. لا هزوز وانت والله لسان ديال الاحمر لسان ديال الاحمر. شوما هادشي دابا باش المهم شو الناس ديال سيدي عثمان واكلين الكفته ديال الحمار السوسيت ديال الحمار. سالينا عليهم حشومه سالينا هادشي دابا يلاه دابا سالينا. شكون اللي كشاف العظام وهادشي؟ شكون اللي شاف هادشي؟ واه شتي شتي المراه واحد المراه جات لهنا الطاره وقلبت في مجدود المراه هي اللي جدات هادشي جات طلبت طاره ديال الحمار عرفاتو ديال الحمار قالت كاو حمار ريوس تاكل كفته العود. ها شو تو هادي الحمير شو معاه شو مزيان. ها شو معاه انا سالت 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 انا سالت
واخا يكون كاع العود، واش كاين شي عود ساريتي من العود؟ لكن كاين عودان كيتباعوا في هذا عود غيكون عرج ولا شيباني خويا عرفتي شنو هو ساسوه؟ شوف تساس، شوف شوف الفيني وهذا الشيء ديال اللسان وحتى المخ، المخ المخ شوف شوف ضرب حتى شي قرب المخ الراس 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 شوف 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 المخ فيها شوف هادشي راه مخبي تحت راه الشحمه وكل شيء. يا سلام يعني تحيه للناس منظر كارثي في الصراحه وصحه المواطن على المحك مشاهدينا الكرام. المخ الحمار المخ شو الراس شو المخ اش خلاو فيها شو المخ شحال داير المخ دابا ملي ولا باس ملي ما داو هذا راس السجاده هذا المخ راه غيتباع على الاساس ديال البقري. لا لا المخ ديال البقري والله حتى كيدوزو تاع البقري. حاول بنادم غادي يحل في المخ هذا ديال العجال ولا الله يرضي عليك. ها انت الحمار الانسان كتجي عند مول الدجاج كيجبد لك البروج كيدبحو حي. دابا كانت جات قزه كتقول يعطيني كيلو دلها ما عرفتش كيفاش ندير هذا الحمد لله ما تعرفش الحمد لله ايوا بحال هاد الشيء هذا واش عاون الحمار الحمد لله بزاف هاد الناس كيتعداو علينا. واش اسمع واش بزاف راه كيتعداو علينا. شنو الشعور ديالك من شتي هاد المنظر؟ وبزاف اخويا هادشي اخويا راه المرضى اخويا كيقتلوا فينا هاد الجزاره اخويا بزاف حشومه وعيب وعار على هاد الجزارات ولا هاد مالي صوصيط. والله يهديهم والله يهديهم والله يلطف بينا بزاف. الله يهدي هاد الناس راه قتلونا بزاف خويا بخير. خويا هاد الشيء اللي كنشوفو حنايا خويا راه ما خصوش يكون اصلا. راه هاد الشيء راه نخافو على والدينا وعلى خوتنا الصغار هاد صحاب الكراس اللي كيحطوهم فينا. هما المراقبين لجنه المراقبه فينايا حنا بغينا لجنه مراقبه اللي تطلع قبلنا هاد الشيء. اللحوم هاد الشيء اللي كنتقداو اللحوم اللي كنتقداوهم حنايا من الجزاره وهاد الشيء ما عرفناهم اش كناكل واش ناكل. حنا الجزائر حنايا ناكلو هاد الشيء ديال الحمير راه الجزائر هما اللي كياكلوا اللحم ديال الحمير. حنا راه دوله راه اسلاميه راه خاصنا نراقبوا هاد الشيء. راه جيفه هادي راه جيفه راه حرم لينا راشد مسلمين عايشين معانا هذا اخويا. المراقبه اخويا كنصحب مراقبين يراقبوا لينا هذا الشيء. راه اولادنا وخوتنا ووالدينا راه هادشي باش كيتسبب الكونسير والامراض والسرطان. باش هذا الشيء راه هذا الشيء راه مازال هذا الشيء راه بقى شويه تفرتيت. راه كانوا خلا شي كبار اشحال من حمار مذبوح شي حمار 11 حمار مذبوح. هادشي منين جايبوني ما عرفت لا اله الا الله. ورساله لهاد الناس اشد العقوبات يطرى لهم اشد العقوبات كما طرى لهاد الشيء. كوكليت تما رجعوهم كوكليت سالينا طلوعه وراه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بقيناش معاهم من عايشين اخويا. راه اخويا لا اخويا ما بقاش الثقه ما بقاش الثقه وما تبقاش الثقه دابا لا في موسناك لا في قزار لا في كرار كراس ديال صحاب الزنقه. ما كايناش الثقه دابا ما بقى والو صافي. ولي شي تشوف هذا الشيء كل نهار ما عرفت لا اله الا الله. خويا الرساله المسؤولين يراقبوا المراقبه يراقبوا لينا الجزاره يراقبوا لينا لابوراتوارات يمشيو يحسبوا الحمير اللي كاينين في كازا كاملين يحسبوهم. يتنقص حمار واحد يهزموا الحمار سالينا. السلام عليكم. راه بزاف فرح حشومه هادشي هذا. انا كنت في الصباح دايز للخدمه كتبان لي خشه. راه ماشي هادشي ماشي جوج ريوس راه خشه كبيره. كنت دايز للخدمه وكتبان لي خشه صحابنا شي حاجه عاديه. الساعه ملي رجعت من الخدمه لقيت الدراري الجوقه وهادي وهادي عاد كيدير الفحص. هذا راس ديال الحمار تبين لي راس ديال الحمار بصح. راه ديال راس ديال الحمار هادشي اللي كيديروها بزاف فرح حشومه. شعور اخويا هادشي راه حنا راه اسلام راه كاين اسلام راه كاين حنا مسلمين كاين الاسلام راه كي فهمتي كيراقبنا وكيقول لنا ما ديرش هذه. راه كاين الحلال وكاين الحرام. راه هادشي راه حشومه هادشي اللي كيديروا لعباد الله. راه حنا حتى حنا راه مسلمين وهذاك اللي غيدير هذه الخدمه هذه راه يفكر الخو المسلم. راه غتاكلوا اختو غياكلوا باه غياكلوا جدو الا كان باقي في الحياه وغياكلوا عائلته. راه حشومه هادشي هذا يراعيو شويه. ها رساله لهاد الناس الله يهديهم ويعرف بان الله راه كاين وراه كاين جبروا 4 الصباع. راه في الاخر راه ما يخروض راه 4 جبروا 4 الصباع اللي كاينه اخويا. والسلام عليكم. شنو هو حنا تناكلوا اللحم عرفنا ديال الحلوف ولا ديال الحمير ولا ديال شنو؟ خص القلعه دارية دي خدمتها دور تقلب في عباد الله شحال اللحم ديال الحلال ولا حرام؟ حلوف هادشي حق بنادم غادي يوش تاع راسو. ما كاينش مراقبه. كاين لا مراقبه لا والو. كل مراقبه لا والو. العود كيتقلد كاع بها. كيجي غزات يذبح اللحم في دارو تيجي بالك يعلق. يعلق لك اللحم ما تعرفو ديالك. كل لحم وسير بحال هذا.
الشرطه العدليه خصها تجي تخدم تقلب وتجي طبيب. اربعه فريق حمار حمار اخويا هادي قال لك شحشه ما هنايا اول خطره بنفس المنظر اربعه الحمير عاوتاني شي قزار هنايا ولا كيدير لينا هاد الشيء هذا الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق وعاش الملك عاش الملك الله ينزل عليك لنا على ود الحرام توكل الناس المرض الدراهم ديال الاحمر اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا الروينه ديال بصح شو معار عزيز خويا العزيز شو الشعور ديالك اخويا من شو هذا المرض خويا هذا المرض راه ما كيفرحش هذا الشيء اخويا راه حشومه هذا الشيء الناس هادو شو راه كاين خوتنا ولادنا دراري صغار دري كبير على من الله شكون اللي كياكل عنده هاد خينات حشومة اخويا الناس هادو اللي كيديروا هاد الحالة هادي بحال هكا حول بنادم ولا غادي بحالكم راه بالسيف اخويا راه بزاف راه حشومة والله عيب وعار هاد الشيء الناس اللي كيديروا بحال هكا هادو راه بزاف اخويا الشعور ديالي راه حشومة عيب عينا الله هاد خينا اللي كيدير بحال هكا حشومة اكي كيجي دري صغير عنده 100 ريال كيمشي كيعطيها لك يقول لي خويا صوب لي ما عارفش ما عارفش دري صغير ما عارفش كي ياكل هو باغا ياكل دري صغير مشى عنده عطاه 100 ريال قول لي عطاني ناكل حشوم ما عارفش داك النص كيديرهاش بعدا ما فهمتش النص ديال الحمير ولا ديال المشات لا ما بقاش والله ما بقى ناكل والله ما بقى لنا هذه الاخره من شنو انا مشاهدينا الكرام كيف ما لاحظتوا معنا وشاهدتوا معنا صراحه مشهد خطير وغريب كيف ما كتلاحظوا معنا عظام الريوسة بيني كيف ما قالوا الناس بانهم ديال الحمير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الروينه في هذه اللحظات بعد العثور على هذه الكارثه مشاهدينا الكرام اذا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه وصلنا لنهايه هذا البث المباشر خويا غتاكل اخويا عاد لا صافي اخويا كفشت العود بشحال قالك 400 ريال الكيلو هات اخويا هات كتشوف كل شيء على عينيك ود عينهم الله ياخذ فيهم الحق هذا الشيء اللي غنقولوا هذه الكلمه اذا المشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه دمتم في رعايه الله والى اللقاء